اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة صحية والأكل صحي. احنا محددين يوم الحد من كل أسبوع بيكون الأكل بتاعنا هيلسي بقدر الإمكان، بنهرب من المواد الدهنية اللي موجودة في الأكل أو في الطبق اللي بنعمله، حتى لو كان طبق أومليت، يعني طبق بيض بالخضار، بيض باللحمة وهكذا. النهاردة معايا البامية الطازة الخضراء مش مجمدة، جايبينها قطفينها زي الفل. الصورة الحلوة على الشاشة بتتكلم مصري. البامية دي هناخدها نعملها النهاردة بطريقة جديدة، نوع من أنواع المقبلات، حاجة كده زي سلطة الفاصوليا الخضراء أو سلطة البسلة من هذا الشكل يعني. هنشوف نعملها بالكزبرة الخضراء مع زيت زيتون وعصير حمض، ده الجديد النهاردة. معانا برضو نوع فراخ النهارده هنعمله مع الاناناس. دايما الاختلاط ما بين الفواكه والدجاج او اللحوم بياخد حرص شويه عشان نحافظ على طعم اللحمه والفراخ. ده المطبخ الاسيوي، دي المدرسه بتاعته. الشيف المغازي النهارده هيجود في الموضوع ويخلي العسل الاسود بتاعنا بتاع الريف المصري والصعيد المصري يشارك في الطبق ده، بما ان العسل الاسود مهم جدا لعلاج الانيميا وبيعالج الانيميا والوقايه من الانيميا، فاحنا نهتم بيه شويه مش ناكله مع الفطير المشلتت وخلاص. معانا النهارده نوع من انواع الكب كيك لطيف وجميل بالقرع العسلي. الاطفال الحلوين مش بياكلوا القرع العسلي زينا، يشربوه شوربه مهلبيه والحاجات ديت. النهارده هنعمل لهم طعم في الكب كيك اللي بيحبوه مع القرع العسلي، نشوف ازاي نقدمه كب كيك لطيف وجميل ياخد برده فليفر من الليمون فيتامين سي. يعني الاكل من الاخر بطريقه جديده النهارده وبطريقه صحيه وفي العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم الصغير والكبير. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، والاكل صحي النهارده من قلب الثلاجه، بس هنهرب من المواد الدهنيه والحاجات اللي ممكن تؤدي لتخنه ووزن زياده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما بيسالوني هتبدا بايه اول حاجه. خلونا النهارده برضو بما ان احنا معانا ثلاث اطباق مهمين جدا، هنعمل باميه بطريقه جديده مقبلات، وهنعمل دجاج بالاناناس، وهنعمل الكب كيك. الطبيعي الحاجه اللي تاخد منك وقت كبير في الفرن او اللي تاخد وقت كبير في السوى تبداي بيها، فالكب كيك محتاج لشويه شغل وهندخله الفرن طبعا، ومحتاج على الاقل 20 دقيقه داخل الفرن بعد ان احنا ما نكونه مع بعض. هنستاذن الاستاذه رحاب مقادير الكب كيك بالقرع العسلي، وده حصريا على شاشه القناه الاولى. معانا قرع عسلي خدناه قشرناه وقطعناه وسلقناه، المطلوب ان هو يكون بارد شويه كده، ما يكونش درجه حراره فيه عاليه، عشان هنضيف عليه بقيه المكونات. معانا بيض ومعانا زيت ومعانا حليب ومعانا سكر، بشره ليمون، فانيليا، بيكنج باودر، والدقيق بتاعنا كوبايتين وزياده شويه. والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله، والصورة الحلوة من خير أرضنا. قرع عسلي، القرع العسلي ده عندنا بثلاثة تعريفة، بره سعره غالي جدا يا إخوانا والله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا في الأرض الطيبة، وجود القرع العسلي ده سعره في متناول الجميع، فخلينا نستغله في حاجات كتيرة قوي، شوربة، قرع عسلي، مهلبية، نعمل قرع العسلي مع بعض، الأكلات يخني، نعمله كب كيك النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. هنبدأ نخلط المكونات مع بعض. معانا ثلاث بيضات والزيت والسكر والحليب، دول هنخلطهم الاول مع بعض، وشويه الفانيليا اللي هيشيلوا الزفاره بتاعه البيض مع بشره الليمون. اما البيكنج باودر والدقيق دول مرحله ثانيه. حلو الكلام؟ اول حاجه هننزل بيها البيض. دايما لما تيجي تكسر البيض وبتعملي كيك، اول واحده بتحطها هنا كده، الحمد لله رب العالمين سليم، هناخد الثانيه نحطها هنا حلوه نضيفها بالشكل ده كده، ونفس الموضوع الثالثة حلوة نضيفها، حاجة لطيفة هي وبسيطة زي الفل عشان الكمية اللي عندك ما تبص. حلو الكلام؟ في قشرة واقعة هنا؟ اي شايف جايبها عينيا. حلو الكلام؟ تمام. نزل السكر علشان البيض يتخفض معاك بسرعة، تخلطيه بالسكر كده، تقلب السكر مع البيض بيساعد على خفقه جيدا، عكس ما تضربيه لوحده بالشكل ده كده، انك تضيفي لغايه لما السكر يدوب مع البيض وينسجم ويديكي ماده رغويه بدون مضرب ولا حاجه. زي الفل. ننزل بالفانيليا عشان الزفاره بتاعته، ننزل بالزيت. كب كيك بالقرع العسلي. انا عارف ان انتوا شطار في عمل الكب كيك.
ننزل بشويه الحليب زي الفل. تمام، ادي المواد السائله مع بعضيها. دي مدرسه عايزه تعملي كيكه بالبرتقال نفس الطريقه، كيكه بالليمون نفس الطريقه. كده المواد السائله اتقلبت مع بعض، نشيل دول من هنا مش عايزينها. حلوه، ننزل ببشره الليمون. ليه بشره ليمون يا شيف؟ عشان تبقى الكيكه فيها شويه حمضيات كده حلوه مع القرع العسلي، نكسر السكريات والعسل اللي في القرع العسلي. حلو الكلام، حلو الكلام. معانا دقيق وبيكنج باودر، هنحط الدقيق على البيكنج باودر كده، بس دقيق ده كتير شويه. نقوم نعمل ايه عشان ما نبوظش الدقيق كله والكميه كلها تبوظ عندنا؟ زي ما احنا شغالين دلوقتي كده، بناخد كميه الدقيق اللي احنا عايزينها بننزلها على الايه، على البيض كده، وننخلها بطريقه حلوه كده اهو، تضمن ان الدقيق ما فيهوش كلكع ولا اي حاجه. انا دايما بقول لما بعمل اكلات من الزمن الجميل بتاعه الصعيد او الريف المصري الحلو، بكون مرعوب عشان مش هقدر اوصل لطعم الامهات. الكشك ده مدرسه، وزي ما قالت الحاجه من شويه، ده موسوعه وحكايه وقصه، بيختلف من بيت لبيت ومن بلد لبلد. فانا اجتهدت امبارح وعملته بطريقه ممكن نقول ان هي صح، وممكن حضراتكم برضو تعملوا الطريقه الصح. هنقلب ده مع بعض كده، الحليب مع البيض مع الزيت مع السكر مع الدقيق. تلاحظ ان القوام شويه تقيل، انا عايزه كده لان هينزل عليه دلوقتي قرع عسلي. شايف القوام كده اهو زي الفل. تمام، هناخد القرع العسلي اللي عندنا ده كده نحطه هنا كده، كل حاجه بالتفاصيل اهو. القرع العسلي ده فيه سوائل شويه، تسلقيه ازاي؟ هي دي بقى التركايه اللي عايز اقولها. بنعمل كب كيك بالقرع العسلي، بنعمل كب كيك بالبطاطا الحلوه، بنعمل كب كيك باي نوع من انواع الفواكه. لازم لما تسليها في كميه ميه قليله جدا على قد السوى، وما تخلصيش من الميه، يعني نفس الميه هي خلاص تنشف فيها، زي ما انا عملت في القرع العسلي كده اهو، شويه ميه على قد السليق. مش لازم تحط سكر ولا تحط اي حاجه ولا اي حاجه حلوه خالص، هو القرع العسلي مش محتاج اهو. بالشكل ده كده اهو، شفت الحلاوه دي كده اهو، بالشوكه كده اتهرس زي الفل. وناخده ننزله هنا كده اهو يا ويلي، وده ملوش لازمه هنا كده خلاص، نقلبهم كده بالمضرب بالمعلقه اهو. قرع عسلي كب كيك للاطفال الحلوين، قيمه غذائيه عاليه جدا، كبار السن قيمه غذائيه عاليه جدا اهو. انا حاطط زيت قليل اهو. ونمسك الخليط ده يا عم الشيف بعد التقليبه الحلوه دي كده في قوالب الكب كيك ونوزعه، او تحطيه في قالب كيك مفيش مشكله، بس انا عايزه في قوالب الكب كيك عشان الاطفال الحلوين ياكلوا منه. هنجيب القوالب دي كده، حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. ونوزع بقى في القوالب دي كده على قد ايه الاستخدامات بتاعتنا، وده الطبيعي. هنعمل حاجه حلوه كده، هنجيب الكوبايه دي كده ونحط فيها شويه زيت صغيرين علشان لما نسلك المعلقه واحنا بنعبي في القوالب بتاعه الكب كيك، ده الطبيعي. شفت ازاي هعمل؟ احطها كده. حلوه الصوره كده يا شباب معانا حبايبي اهو، وانزلها هنا كده الكميه اهو زي الفل. ونفس القصه اهو، انا مكتر القرع العسل كتير، خلي بالك اهو، ما تبناش للاخر يعني التلتين وتسيب التلت فاضي. اعملي حساب ان البيكنج باودر مع البيض هنا هيلعب دور العضلات ورافع للاثقال. حلوه الفكره دي يا شيف والله، لان انا عندي الولاد بنشوف القرع العسل عند الراجل بتاع الخضار بنمشي مش بنديله اي اهتمام خالص. لا انت جيبيها هتلاقي وزنها 4 كيلو 3 كيلو 5 كيلو مفيش مشكله. قطعيها زي ما انا مقطعها كده، خرجنا الجميل هيرضى عني دلوقتي ويجيبها، هي متقطعه معايا اهي. اسلقي منها شويه، اعملها بنفس الطريقه. يوم تاني تعملي شوربه القرع العسلي، هتسلقيها مع شوربه فراخ او شوربه لحمه، الله عليك. يوم تالت هتاخد القرع العسل ده وتعملي شويه كسكسي حلوين، تعملي زي اخواننا في المغرب وتونس والجزائر، دايما القرع العسل بيشارك مع الخضار بتاع الكسكسي. حلو، حاجات دي مهمة جدا على فكرة. عندي كمان القرع العسل بالمهلبية، ما اقولكيش، تعملي شوية مهلبية نشا وحليب وسكر، وتعملي صينية قرع عسل بالمهلبية
برضو في يوم تاني تاخد القرع العسلي ده تعمليه باللحمة المفرومة، لطيف وجميل. تستوي القرع العسلي وبعدين تهرسيه وتحطيه في صينية وطبقة لحمة مفرومة بينهم وطبقة وايت صوص على الوش مع شوية جبنة، تاكلي صوابعك ورا. دي كلها أفكار لاستخدام القرع العسلي. خد اللي جاي بقى، خد الجديد بقى، صلى على الحبيب قلبك يطيب. ايه هو؟ تعمليه آيس كريم نفس الطريقة اللي كانت معايا من شوية. هرسناه، عملنا كريم شانتيه، حطيناه على الكريم شانتيه وحطيناه في الفريزر درجة تبريد 20 تحت الصفر. بقى عندك في التلاجة آيس كريم بالقرع العسلي. دوري في محلات مصر كلها والشرق الأوسط وفي الدنيا كلها، مش هتلاقي آيس كريم بالقرع العسلي غير على شاشة القناة الأولى وبس. حلو الكلام، كل ده تمام. هنمسح البتاع ده كده وندخله الفرن في درجة حرارة 180. اه زي الفل. اه عينية. اه علشان اللي بيحصل ده ما ينفعش يحصل بعد ما تطلع من الفرن خالص، هتلاقيها نشفت وجاها شكلها وحش. زي الفل يا عم الشيف. اخبار الفرن ايه؟ اوعى ياو ايه اللي ما كانش متولع. ربنا يخليك ليه يا عم ايهاب المهندس بتاعنا. هندخل دي الفرن كده اهي اهي اهي، بص عليها كده نظره الوداع. 20 دقيقه. ايه 20 دقيقه بالظبط هيطلع معايا الكب كيك زي الفل. البيكنج باودر مع البيض خفقه جيدا، بيلعب دور العضلات. انا خلصت معايا كميه هنا، تجيبي ممكن قالب كب كيك وتحطها فيها مفيش اي مشكله، وتبقى عندك قالب كب كيك تاخديه لحماتك هديه، وسيبك انك تاخدي شويه جاتوه وانسى انك تاخدي شويه جاتوه من اي محل بتاع حلويات. على فكره انت لو عملتي ديت قالب كب كيك حلو وخدتيه معاكي هديه لحماتك لقرايبك لجارتك، كده جبران الخاطر وعملت حاجه جديده. صلي على الحبيب قلبك يطيب. شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ ما كانش ظاهر الاول. اه عشان كده انا بدات بيه. اه في قلب الفرن. امان يا برنس، المال الحلال ربك بيبارك فيه. ايه الحلاوه؟ القرع العسلي طالع من الفرن بينور. اه هي الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. اللون الاحمر البرتقالي الجميل ده، الاورنج ده، بيفتح النفس على فكره الواحد لما يبص له كتير. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اناناس، دجاج، بصل، شايفين الجو الحلو ده كده؟ اهو. فين الزيت بقى؟ فين الزيت بقى؟ فين الزيت؟ اهو 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 اهو. تحمير الفراخ جيدا، عمليه ان انا اغطيها، بعمل عمليه تسويه للفراخ بدون ما تشرب زيت. قامت النار، هنا عمليه احتباس لدرجه الحراره. شايفين الجو ده كده؟ هنحط شقشاء ميه سخنه كده مع بعض اهو. يا ويلي، ونسيبها تغلي يا عم الشيف دقائق معدوده. حلو قوي. خلصنا من الدجاج بالاناناس، بناخد هنا فليفر شويه من العسل بتاعنا الاسود ده كده. هتقولي لي بقى الفراخ طعمها حلو ومسكر؟ اه الاناناس واخد من طعم الفراخ، اه ولكن وجود النشا مع التوابل اللي انا حطيتها ده بيعمل مزيج طبعا من الطعم الحلو. ما تنسيش كمان تحط شويه هنا ايه بقدونس حلوين كده، وتسيبيه على النار تاخد غلوه. حلو الكلام. نخش على اللي بعده. خلاص زي ما هي كده مكشوفه. نعم الكب كيك، الكب كيك بالقرع العسل اللي طلعناه من الفرن بنحط عليه شويه سكر بودر بالشكل ده كده، وتعرفي ضيوفك واطفالك وتخليها مفاجاه، قولي لها دوقي وبعدين قولي لي رايك فيها. جواها بطاطا حلوه ولا قرع عسلي ولا ايه اللي فيها بالظبط؟ عشان نبقوا عارفين، عشان برضو انك انت عامله حاجه حلوه للقرايب او للجيران، تستعرضي خبرتك وتستعرضي انك انت تعبت على الحاجه. ده مهم جدا على فكره. يعني دايما لما تعزمي حد عملت حاجه حلوه تقولها دوقي الاول، قولي رايك. قالت رايها تمام وزي الفل، لا والله عملتها 1 2 3 4، بفتح التلفزيون شفت القناه الاولى، شفت المغازي عمل النهارده الكب كيك بالقرع العسل. مطبخنا على شاشه القناه الاولى كل يوم في رؤيه وفن وابداع، ولكن حريصين كل الحرص ان احنا معانا اطفال حلوين، معانا كبار سن، معانا اسره قاعده على السفره، لازم نحط في الاعتبار نعمل الاكلات اللي تناسب اعمارهم وخاصه الاطفال، لان عندهم سن معين كده بيحتاج الاكلات اللي فيها كالسيوم ومعادن عشان يبنوا اجسام ويقدروا يواجهوا مشاكل الحياه. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.